اليوم واحد النهار زوين شفت فيه واحد الناس احباب اصدقاء ناس دوزنا معاهم 10 ديال الخدمه، جمعتنا بهم خدمه زوينه، تلاقيت مع ليكيب ديال اللي خدامين مع الشرايبي ديال ميكانيسيانا والطوليه، المهم واحد ليكيب منهم تلاقيتهم اليوم شافوني واقفه فالوزين كان شارجي، وقفوا قدام كاميو رجعوا مع الجاريير ونزلوا الكورسي ديالهم حتى هو قال لي حكيمة قال لي نزلوا، قال لي ديك المرة جناهم حضرت فين نوقفوا نسلموا عليها، نزلوا قال لهم حكيمة عزيزة وخلات بلاصتها زوينة، نزلوا نسلموا عليها ونزلوا عندي سلموا عليا، سلمت عليهم فريمون توحشتهم، دراري زوينين تعاملوا معايا مزيان، واحد التحية كبيرة ليهم ما ناسيكمش ومعمري غنساكم، الناس اللي عند الشرايبي ما عمري غنساكم، اغلبيه ديالكم نسبه ديال 99% من اللي عند الشرايبي، كنهضر على الناس اللي خدامين في الاداره وفي الديبو، ما غنساكمش، شفت منكم غير الخير وكل الخير، وديك 1% الله يسمح ليهم، شي مشكل عادي ضروري فيما مشيتي كتلقى شي واحد اللي كيخسر شي كيخسر الوقت وصافي. المهم تحية كبيرة اليوم، السلام عليكم ورحمة الله، المهم أنا كنت فرحانة اليوم حيت شفتكم، الناس زوينين الأحباب ما كنساوناش، شحال في الشهر اليوم؟ 15/2 2024، وقيت بالصباح، يلا باي.